أكد رئيس نادي الزمالك أيضا أنه قرر الإفراج عن مستحقات لاعبي الفريق الموقوفة منذ فترة بعد تحسن النتائج وتحقيق الفوز في آخر مواجهتين. أنا واقف المستحقات اللعيبة من حوالي 5 6 ماتش، هنصرف لهم بكرة كل مستحقاتهم. يعني هم خدوا 6 بونت الماتش، يعني وشك حلو عليهم أهو، 6 بونت الماتش ده والماتش اللي فات. أنا النهاردة جاي لي جواب إنه هيخصم 6 نقط بسبب أجوكو البتاع الدوليه بتاعتهم دي، خلاص 6 نقط. طيب انا اجوجو انا ما اشتريتوش ما شفتوش، يعني انا ما اعرفش مين اجوجو ده اصلا، وكل معلوماتي عن اجوجو ان هو ولد لما ظلم الزمالك جاله شلل وعنده غيبوبه والمحامي بتاعه هو اللي مكمل. احنا نزلنا حوالي 800,000 دولار من فلوس الواد اللي كان ليها عندي ممدوحه بس مش عندنا، خلاص. فقلنا اتفقنا معاه ان احنا ندفع حوالي 50 او 55,000 دولار على ما اتذكر كل شهر، تمام. دفعنا الاول والثاني الثالث الرابع الخامس، حجز عليه ممدوح عباس، خلاص. فالمحكمه تقول لي ابعت فلوس اجوجو، اجي ابعت ممدوح عباس ياخدها، اللي هو جاب اجوجو، اللي هو عامل مصيبه اجوجو. طب تمام، اقول للواد ايه؟ طب تعال انت خد فلوسك زي ما عملنا مع ريكاردو، الواد عنده شلل وعنده غيبوبه.